السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني المشاركة في المؤتمر بورقة بعنوان الذكاء الاصطناعي في التعليم. الذكاء الاصطناعي رغم أنه يبدو لنا أنه مصطلح حديث، ألا أنه مصطلح قديم بقدم الكمبيوتر ذاته، فبداية الذكاء الاصطناعي مع الحرب العالمية الثانية، حيث كان الأمريكان والبريطانيين يحاولون فك شفرة ألمانية، وكان فك الشفرة يستغرق ما يقارب من أسبوع، والشفرة تتغير بشكل يومي، فعندما تفك الشفرة لا يعود لها أي معنى أو فائدة. ولهذا تم عمل آلة تفكر بالذكاء الاصطناعي لمعرفة الشفرة وفكها، وقام بهذا العالم ألان تورينج بصنع هذه الآلة ووضع المبادئ العامة للذكاء الاصطناعي. فالمقصود بالذكاء الاصطناعي هو جعل الآلة تحاول أن تقلد الإنسان في طريقة التفكير، أن كيف يدرك الأشياء، كيف يتعامل مع موقف لما يتم تدريبه عليه. فالبرمجة التقليدية تعتمد على قاعدة if then، لو حدث شيء الكمبيوتر يفعل شيء آخر، إذا حدث شيء آخر الكمبيوتر يفعل شيء ثالث وهكذا. فممكن إن أنا أبرمج الكمبيوتر على 10 خطوات. بالطريقة التقليدية إذا تعطلت إحدى الخطوات وليكن الخطوة الثالثة فإنه لن يستطيع أن يكمل. لكن الذكاء الاصطناعي يستطيع التصرف مع المواقف التي لم يتم تدريبه عليه. فمثلا إذا برمجت بالطريقة التقليدية روبوت لشراء شيء من أي محل، والخطوة الأولى إن هو يفتح الباب، فإذا وجد الباب مفتوحا فإنه ستوقف عن العمل. لكن مع الذكاء الاصطناعي فإنه سيدرك أن هذه الخطوة تمت بالفعل ويكمل باقي الخطوات. فالذكاء الاصطناعي أصبح الآن ثورة صناعية، وأصبح تطور كبير جدا بفعل أن توفر الأجهزة الكمبيوتر، بفعل أن أصبح يمكن العمل معها بدون برمجة، توفر تطبيقات مجانية يمكن استعمالها بسهولة مثل شات جي بي تي وجيميناي وأدوات كثيرة جدا، تعطي قوة كبيرة جدا للعملية التعليمية سواء للمحاضر أو للطالب. فيمكن سؤال الذكاء الاصطناعي في أي معلومة أحتاجها، في صناعة الدرس، كتابة الدرس، كتابة الأسئلة، يمكن أن أسأل شات جي بي تي هذا هو موضوع الدرس، أريد أن أوضح بعض النقاط، أريد أن أشرحها بمستوى طفل عنده 10 أعوام أو 20 عام كما أريد. أريد أن أعطيه المنهج ثم أطلب منه أن يجهز لي بعض الأسئلة. كما يمكن أن يساعدني في التحقق من صحة الإجابات وشرح لماذا اخترنا هذا الاختيار ولم نختار باقي الاختيارات. كما يمكن للطالب أن يسأل الذكاء الاصطناعي عن نقطة معينة لم يستطيع أن يفهمها فيشرح له بأكثر من طريقة. فيمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تخصيص درس لمجموعة من الطلاب مختلفة عن مجموعة أخرى لها خصائص مختلفة، مثل أن تكون درست بعض المواد المختلفة في السنوات السابقة وضرب بعض الأمثلة المختلفة لبعض الطلاب مثلا في سوريا مختلفة عن الطلاب الموجودين في العراق أو في الأردن، وتخصيص تجارب مختلفة وأسئلة مختلفة باختلاف الطلاب. كما يمكن تقديم المساعدات الذكية والدعم الفوري، فيمكن عمل شات للرد على أسئلة الطلاب وتدريب الشات على الإجابة من خلال ما تم ذكره في المحاضرات والسكاشن، ويمكن للشات فهم السؤال وفهم ما يريد الطالب أن يفهمه وإعادة شرحه له أكثر من مرة حتى يفهم الطالب ما المقصود بالدرس. ويمكن ضرب العديد من الأمثلة المختلفة حتى يفهم الطالب المقصود أثناء المحاضرة. كما يمكن تحليل بيانات الطلاب وتحليل الأنماط وتحليل الاتجاهات المناسبة لهم حتى يستوعبوا المحاضرة ويستوعبوا الدرس، وتحليل النتائج المختلفة للطلاب، وإعطاء إرشادات للمحاضر ما الذي يجب عليه أن يقوم بشرحه للطلاب حتى يستوعبوا الدرس بشكل أفضل. كما يمكن عمل التقييم الذكي وتقييم الأداء لكل طالب على حدة
بشكل سهل جدا وبسيط ودون أدنى مجهود. وعند الاستعانة بالذكاء الاصطناعي فإننا سنغنم العديد من الفوائد، مثل التعلم المستمر وتوفر المعلومة وإمكانية الوصول إليها في أي وقت، وإمكانية السؤال ومعرفة الإجابة والعديد من الأمثلة والإجابة على الأسئلة بشكل فوري، وتحسين كفاءة التدريس وتوفير المواد المختلفة والكتب والإجابة على أي سؤال بسهولة جدا وبمجرد توفر الإنترنت. كما يمكن تنصيب الذكاء الاصطناعي على الأجهزة الخاصة بالجامعة والأجهزة الخاصة بالمحاضرين والطلاب، بحيث يتم العثور على المعلومة بشكل سهل جدا وبسيط، ومع المعلومة شرح كافي وضرب أمثلة كافية لفهم الموضوع المطلوب فهمه واستيعابه. كما يمكن تخصيص التعليم للطلاب بما يتناسب مع سنهم ويتناسب مع ما يتم دراسته أثناء الدروس العلمية، ويتم ربط كل ما يتم درسه في بوتقة واحدة أو في منهج واحد، مما يساهم في رفع كفاءة التعليم. والسؤال هنا، ما هي أهم الأدوات التي يمكن استخدامها من أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التعليم؟ نجد أن أدوات خاصة بالتعلم التكيفي مثل دريم بوكس ونيوتن، وهناك مساعدات افتراضية مثل شات جي بي تي وآي بي إم هوستون وكذلك جيميناي وكوبايلوت. العديد من هذه الأدوات يمكن بسهولة وبطريقة مجانية الدخول عليها وسأله بعض الأسئلة والحصول على إجابة وافية، وإن لم تكن الإجابة وافية يمكن سأله أكثر من مرة حتى نستوعب المحاضرة. كما يمكن استخدامه في تجهيز الدرس وتجهيز المحاضرة بشكل جدا سهل وبسيط. وهناك أدوات خاصة بتحليل البيانات التعليمية وإعطائها لنا في شكل إنفوجرافيك وأشكال جدا بسيطة يمكن للطالب أن يستوعبها، مثل البار بي آي وتابليو. كما يمكن توفير وقت المحاضر من خلال استخدام أدوات في التصحيح الآلي مثل جراد سكوب، فعند حل الطلاب للأسئلة يقوم هذه الأداة بتصحيح الإجابات وإعطاء التقدير للطلاب. وهناك أدوات أخرى خاصة باستخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في العملية التعليمية مثل مايكروسوفت هولولينز، فيمكن للطالب بدلا من الاستماع فقط إلى الشرح أن يستعين بالفيرشوال رياليتي واليوجمانتد رياليتي، بأنه يرتدي النظارة فيرى الأحداث فيديو وكأنه داخلها منغمس داخلها. والفرق بين الواقع الافتراضي فيرشوال رياليتي والواقع المعزز اوجمانتد رياليتي ان الواقع الافتراضي يفصلني عن المكان الذي اتواجد بداخله، فعند ارتداء النظاره فانك لا ترى شيئا من الغرفه التي انت فيها او من القاعه العلميه التي انت فيها، فقط لا ترى الا الدرس التعليمي او مثلا قد تكون حاجه خاصه ب الديناصورات أو حاجة خاصة بدرس تاريخ، فلا يرى إلا ما موجود في الفيديو التعليمي. الواقع المعزز يدمج بين الخيال والواقع الذي تعيش فيه، فأنت ترى الأحداث يعني مدمجة في الواقع الذي حولك. عند استخدام هذه الأدوات وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم يتم توفير وقت كبير جدا من وقت المحاضر، حتى يستغل هذا الوقت في تحضير وتطوير المنهج العلمي والتواصل مع الطلاب، فتم توفير وقت التصحيح الآلي والذي كان يأخذ وقتا طويلا من المحاضر. تحليل البيانات التعليمية تأتي بأشكال جمالية وأشكال يمكن فهمها للجميع. المساعدات الافتراضية توفر دعم للطلاب في الحصول على المعلومة أكثر من مرة بأشكال مختلفة حتى يستوعب الدرس التعليمي. فمثال على كده هنلاقي موقع اسمه ماجيك سكول. ماجيك سكول هيساعد المحاضر ان هو يحضر المحاضرة وان هو يجهز الأسئلة وان هو يراجع على الإجابات بتاعت الطلاب. ف
فبنلاقي حاجات بروفيشنال ايميل بحيث ان هو يقدر يبعت لعدد كبير جدا من الطلاب، وكل واحد تبقى رسالة مخصصة ليهم، وكذلك لأولياء الأمور ممكن يستخدم ايميل فاميلي. بنلاقي أدوات خاصة بالبرزنتيشن، بيجهز لي العرض التقديمي، بيجهز لي ملف الباوربوينت، ممكن اديله يوتيوب فيديو وهو يحوله لعرض تقديمي. في عندي برضو مالتي تشويز كويز، ببدأ اديله المنهج وهو يجهز لي الأسئلة ويجهز لي الاختيارات ويقول لي أني إجابة هي الصحيحة. في تكست رايتر ممكن يكتب لي الموضوع الخاص بالمحاضرة، ويقدر يجهز لي المحتوى الأكاديمي بالمراجع اللي أنا أقدر أتأكد من صحة المعلومة. ممكن أديله فيديو يوتيوب وهو يجهز لي الأسئلة على الفيديو دوت. ممكن يساعدني في ترجمة دقيقة للمحتوى الموجود، ممكن يكون في محتوى بأي لغة من اللغات هو يترجمها للغة العربية. هنا بنلاقي الأدوات الخاصة بالتحضير، ممكن أقول له اعمل لي خطة للدرس ليسون بلان. في حاجات خاصة بجروب ورك جنريتور، هنا خاصة بإعداد المحتوى. في حاجات خاصة بالأسئلة، أكتر من أداة لتحضير الأسئلة. في حاجات خاصة بالدعم للطلاب، ممكن الطلاب عندهم أسئلة فيجاوبهم على الأسئلة بتاعتهم. في بعض الأدوات هنا خاصة بالشات بوت، أقدر إن أنا أجهز شات بوت يرد على الأسئلة. ممكن إن يجهز لي سيرفي عشان أشوف الطلاب إيه رأيهم في المحاضرة، يدوني فيدباك للمحاضرة. ممكن أستعين بجيميناي أو شات جي بي تي، بس لازم أقول له اعتبر إن أنت محاضر أو مدرس في كلية كذا أو جامعة كذا أو مدرسة كذا، وأبدأ إن أنا أديله السؤال هو يبدأ يساعدني في كتابة الأسئلة. أنا اخترت رواية باللغة العربية وطلبت منه إن هو يجهز لي الأسئلة ويحط لي اختيارات، وكل واحدة يقول لي إيه الاختيار الصحيح بالشكل دوت. ممكن أطلب منه كمدرس كتابة باللغة، تحسين كتابة معينة، فممكن أخد الحاجة اللي الطالب كاتبها وأقول له حسن لي، أو أشرح للطالب إزاي يحسن الحاجة اللي هو كاتبها. ممكن اقول له اكتب لي موضوع مناسب لطلاب الصف الخامس عن الكساد الكبير، ويجهز لي اسئلة عشان نتناقش فيها في قلب المحاضرة. وهي أسئلة بتبقى جاهزة بحيث إن الواحد يقدر إن هو يتناقش فيها. ممكن أطلب منه يجهز بعض الألعاب الطريفة للتسهل المحاضرة على الطلاب، تسهيل المحاضرة للطلاب. فيبدأ يجهز لي بعض الألعاب البسيطة أو بعض الطرائف على أساس تكسر حدة المحاضرة. المحاضر يقدر يختار افضل حاجات او الحاجات المناسبة للطلاب. ممكن اخلي الذكاء الاصطناعي يساعدني في كتابة الايميل، اوصف له ايه اللي انا عايز اكتبه في الايميل وهو يكتبه لي بشكل احترافي. فمجرد ان انت تحكي له المشكلة يبدأ ان هو يكتب لك الايميل بشكل كويس، وممكن تقول له كيف احسن المحتوى ويبدأ ان هو يحسن الايميل. ممكن اطلب منه ان هو يكتب لي المحتوى للمحاضرة. بيحدد لي اهداف الدرس، المواد المطلوبة، ازاي نحن نبتدي، الانشطة التفاعلية. وهكذا، فالذكاء الاصطناعي أصبح مساعد ليا في تحضير المحاضرة وتجهيز المحتوى والمراجعة على الإجابات.
في كل حاجة اقدر ان انا استعين بيه كمساعد، لكن في الاول في الاخر المحاضر هو اللي بيقود الدرس. اثناء ما انا كنت بدرس في احد الجامعات المصرية كنت بقول للطلبة انا عايزكم تستخدموا الذكاء الاصطناعي، عكس بعض الدكاترة كان بيخاف ان الطالب يستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن انا بقول له ازاي تستخدم، وقعدنا كذا محاضرة نشرح له ازاي يستعين بالذكاء الاصطناعي وازاي يكتب محتوى من خلاله، لكن كان الهدف ان هو ما يخليش الذكاء الاصطناعي هو اللي يكتب المحتوى، لا هو لازم يتحاور مع الذكاء الاصطناعي والمحتوى اللي يطلع يكون الطالب مدرك ليه، بحيث ان احنا في قلب الكلية نقدر ان احنا نتناقش مع بعض في المحتوى ونقدر نوصل ان كل الطلاب فاهمين الحاجة اللي موجودة. يعني هو ممكن يستعين بالذكاء الاصطناعي في فهم الدرس، وليس ان الذكاء الاصطناعي يكتب له المحتوى وهو يجيبه لي او يطبعه بدون ما يقراه، لا لازم يتفاعل معاه ولازم يتاكد من صحه المعلومه ديت. فممكن اطلب منه مثلا اكتب لي محتوى واطلب منه المراجع وابدا ان انا اتاكد من صحه المعلومه دي. مقال عن بلاد الشام مع ذكر المراجع. انا اتاكد من المراجع ديت واتاكد من كل معلومه موجوده، بحيث لو حصل ان هو اعطى معلومه خطا ما تبقاش اخدها كوبي بيست وانسخها عندي بدون درايه، لا يبقى عندي الامكانيه ان انا اقعد مع الدكتور او المحاضر وناقشه في الكلام المكتوب. تمام، يعني فرض ان هو اخطا في حاجه فممكن اقول له لا هي في دولة خمسة او في هم ثلاث دول، واقول له اكتبها تاني وضيف دولة كذا او احذف دولة كذا لو هو ذكر معلومة خاطئة. فشاهد ان الذكاء الاصطناعي يكون مساعد للمحاضر وللطالب وليس بديل عنهم، لا هو ممكن يستعين به في التأكد من المعلومة او اعداد المحتوى او بحيث ان هو يركز في تطوير المحتوى للحاجة الاحدث والافضل. شكرا لكم وجزاكم الله كل خير.